الختامي في إطار الحملة الجهوية والإقليمية للتعريف بالتربية الدامجة. المديرية الإقليمية بالمؤسسة ديالها قاموا بمجموعة الأنشطة على مستوى الأندية وعلى مستوى الأنشطة اللي اشتغلت المؤسسات التعليمية على طيلة هذا الأسبوع في إطار هذه الحملة الإقليمية والحملة الجهوية اللي عطى الانطلاقة ديالها السيد الكاتب العام للوزارة والسيد المدير الأكاديمية الجهوية لطنجة تطوان الحسيمة. بالنسبة للمديرية الإقليمية تتشتغل على هذا الورش الكبير لأنه ورش طموح يجب على الجميع أنه يشتغل معه، أنه يشتغل في هذا الورش التربوي. أكيد أن المديرية الإقليمية لن تشتغل ولن تكون في عزلة في هذا النشاط، تطمح إلى الشركاء والشركاء الترابيين الجماعات المحلية ثم كذلك الشركاء اللي كيتمثلوا في الجمعيات المجتمع المدني. أملنا كبير أن جميع تلاميذ فضائيات إعاقة فضائية خاصة أنهم يستفدوا في إطار تحقيق مبدئي الإنصاف وتكافؤ الفرص من الحق في التمدرس ومتابعة الدراسة. كنتوجه بالشكر الجزيل لجميع الجمعيات اللي كيمكن لها أنها تشتغل معنا واشتغلت معنا قبل، الجمعيات اللي قامت بمجموعة ديال التشخيص ديال الحالات. هناك مجموعات جديدة ومجموعة اللي من خلال هذا اللقاء التواصلي أنها تعرفت على هذا المشروع هذا، فأنا كنتمنى إن شاء الله أن يكون العمل ديالنا عمل تشاركي، عمل في إطار واحد التفاعل فعال وإيجابي.